أهلا بكم من جديد. أوقفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصوير مسلسل الملك أحمس الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وقررت الشركة وفق بيان رسمي صادر عنها تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرض المسلسل في شهر رمضان. المسلسل من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، وكتب السيناريو والحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينيرجي، وهو مأخوذ عن رواية كفاح طيبة حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس للأديب نجيب محفوظ. كانت عاصفة من الانتقادات قد وجهت للمسلسل بمجرد عرض البرومو الترويجي له بسبب ما أكد البعض أنه أخطاء تاريخية واضحة، فضلا عن عدم تناسب الأزياء وشكل الممثلين مع تلك المرحلة الزمنية. نرحب عبر خير من سكايب من القاهرة بالأستاذ آدم ياسين، الصحفي المتخصص في الشأن الثقافي والفني. أستاذ آدم برحب بيك، وخليني أسألك سؤال مباشر، هل أنت مع أم ضد هذا القرار بوقف العمل بالمسلسل مؤقتا وتشكيل لجنة لمراجعة أحداثه التاريخية وما أو الانتقادات اللي وجهت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير يا تامر، أهلا بيك. طبعا يعني قلبا وقالبا أنا ضد هذا القرار لعدة أسباب. السبب الأول هو من يعني إحنا عارفين طول عمرنا أن الأعمال الفنية والأعمال الدرامية، وأظن أن أصبح الموضوع مكرر ومنهوج يعني جدا أن إحنا نقعد نعيد ونزيد ونؤكد أن الأعمال الدرامية لا تخضع للمعيار التاريخي. ده موجود في مصر وفي أوروبا وفي أمريكا وفي الهند وفي كل من ينتج أعمالا درامية، حتى تتكتب تحتها فيكشنال. حتى نجيب محفوظ نفسه لما كتب العمل، يعني احنا لو جينا قيمنا روايه نجيب محفوظ بعيدا بقى عن تحويلها الى عمل درامي، لو جينا قيمنا روايه نجيب محفوظ وهي روايه كفاح طيبه فهي او روايه عبس الاقدار او رادوبيس، فهي روايات ليست روايات تاريخيه. يعني ما هوش نجيب محفوظ هنا، هو صحيح متاثر بالكاتب الانجليزي المشهور والتر سكوت، بس هو والتر سكوت نفسه اللي هو رائد الروايه التاريخيه لما كان بيتصدى لاحداث تاريخيه كان في خطوط دراميه مش حقيقيه. يعني هنا في قصه حب بين احمس وبين بنت الملك الهكسوس، هل ده حصل؟ لا ما حصلش. يعني في النهايه احنا بصدد عمل يعني مش تاريخي. يعني احنا مش المفروض تكون الدراما او السينما تكون مراجع تاريخيه، مش احنا المفروض نكون خلاص كبرنا دلوقتي اصبح تعدد مصادر المعرفه متعدده، مش يعني ما احناش زي وقت ما نزل فيلم صلاح الدين فقلنا ان ده يجافي التاريخ تماما. يعني فيلم الاخراج يوسف شاهين يعني ليس خفيا على احد، لا علاقه له من قريب ولا من بعيد بصلاح الدين الايوبي. صحيح وكان في اسقاط او تجسيد رمزي لشخصيه جمال عبد الناصر وللمد القومي وقتها، فكان هناك نوع من الاسقاط. فيلم المصير نفسه بيتكلم عن ابن رشد، لا علاقه له من قريب ولا من بعيد، يمكن يعني بعض الخيوط الواهيه جدا لتجمع بين ابن رشد وما حدث في فيلم المصير ليوسف شاهين، ولكن يوسف شاهين كان يريد ايصال رساله مختلفه جدا عن تجسيد حياه ابن رشد خالص. هو كان عايز يواجه رساله ضد الاصوليه، فاستعمل كاركتر ابن رشد وما حدث له طبقا لبعض الروايات من حرق الكتب وصادرت بعض افكاره، في ان هو يعمل فيلم يجابه بيه او يواجه بيه الاصوليه الدينيه. كذلك يعني فيلم طبعا انا ما اقدرش احكم على عمل من برومو، شفنا مثلا اعتراضات، هذه الاعتراضات شوف ليها مثلا لو تتذكر فاكر مسلسل الاقدار اللي هو كان بالصدفه مأخوذ عن روايه عبس الاقدار لنجيب محفوظ، لما كان عزت العلايلي اتصور وهو كان بيقوم بدور كبير الحجاب تقريبا او الملك خوفوان. يعني انا فاكر روايه عبس الاقدار كانت بتدور في عصر بناة الاهرام والملك وقتها كان عزت العلايلي، الفنان الراحل عزت العلايلي كان بيظهر في كذا لقاء بشنب، فوقتها بعض الناس هجمته وقالت له ازاي خوف ويطلع بشنب وازاي الفرعون بشنب، فوقتها طلع الاستاذ زاهي حواس انا اتذكر يعني جيدا هذا التصريح له وقال لا في بعض الملوك في بعض الاسرات كانت بتظهر بشنب او احيانا عندما تؤدي بعض تتشبه بالاله
وتطلق لحيتها وصار هذا الجدل، والمسلسل عرض عرضا ومر مرور الكرام، مسلسل الأقدار يعني ما حدش يتذكره يعني، لأنه هو كان يعني مسلسل ربما ما كانش جاي في الصنع قوي. إذا نيجي بقى للملكة الآن، وهو مسلسل الإخراج المخرج أنا شايف مخرج جيد جدا، وهو حسين المنباوي، وتأليف مجموعة من الناس المحترفين جدا، الإخوة دياب، هنقول بين قوسين لأنهم 3 أخوات يعني، هم خدوا قصة لنجيب محفوظ ليست قصة تاريخا، ربما في اعتراضات من حق الأثريين أو المعنيين بهذا الأمر، إن هم يقولوا يا جماعة لا، الملك أحمس بيظهر في لا، والرواية الوردية نفسها اللي موجودة في أو المأخوذ منها المسلسل اللي هي كفاح طيبة، هي مش كتاب تاريخ، هي رواية داخل فيها أصلا وجهة نظر كاتبها، وربما لا تتشابه كثير، لأنه في النهاية احنا عندنا شوية نقوش تتعلق بمعارك، لكن ما فيش خط درامي واضح، ما فيش شخصيات معينة، فطبيعي إن هو متاخد أصلا عن رواية أدبية أكيد جزء كبير منها هو من خيال المؤلف، مش من مش من أحداث تاريخية واقعة وحقيقية يعني. لكن أفتكر إنه تعليق الناس أكتر كان على الأشكال أكتر منه الخط السياسي أو الخط يعني التاريخي بتاع المسلسل، يعني إنه حد يبقى ظاهر من الفراعنة مدرج شعره، إن حد يكون ظاهر بدقنه، إن حد يكون أو إن واحدة تكون ظاهرة بملاية سودة لف، يعني ممكن يكون ده اللي كان لافت اكتر حتى من الكلام عن الاحداث والسياق التاريخي وغيره، فكان في حاجات فجه شويه. بس طبعا ده مش ملوش علاقه طبعا بانه انت موافق يقف ولا ما يقفش، بس احنا نتكلم ايه اللي خلى الجدل ده يثار بالشكل ده. بالاضافه انت اشرت مثلا للنقطه السابقه ما يتعلق بالملك خوفو، وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا، وقتها ما كانش فيه برومو بيظهر في الاول، فالناس تبدا تنتقد خلاص، وكان المسلسل اصلا بيتعرض والناس قالت انت طلعت بشنب ليه، فخلاص كان الموضوع منتهي. بصوا، في كذا نقطة مهمة لازم ننتبه إليها. إحنا حسمنا خلاص أنا وأنت، واتفقنا واتفق معظم الناس، أن ليس بالضرورة أن يكون العمل الفني مطابقا للأحداث التاريخية وناقلا لها كما حدثت، لأن هو مش كروميكال، ليس حوليات تاريخية. ده إحنا متفقين عليه، كما أن إحنا متفقين أيضا عن المشاهد المفروض أن هو الآن أصبح ناضجا وأصبح لا يعتمد بشكل أساسي على الدراما او على العمل الفني كمصدر للتاريخ، ربما العمل الفني يفتح له ابوابا ان هو يقرا، ان هو يتعمق، ان هو يبحث، لان دلوقتي بضغطه زر تقدر تستطلع كل شيء وتبحث، ومش محتاج انت ما انتش لسه مش لازم يكون اوصياء على المشاهد وبنعتبره شخص غير ناضج ونقول ان هو قد يختلط عليه الامر وقد لا، لازم المشاهد يفهم جيدا والناس تفهم جيدا، ان دلوقتي المشاهد اصبح اكثر نضوجا وعنده القدرة على أن هو يراجع الحدث التاريخي يعني. أما فيما يتعلق بقى بفكرة المنع من الأساس، إحنا هنا بنتكلم على يعني كيان إنتاجي ما معين. أيوه، أنا كشخص طبعا أنا مش هدعي لنفسي علم وتعمق في المصريات، بس شكل عمرو يوسف، شكل الفنانة ريم مصطفى بالصبغة الصفراء و إلى آخره، هناك عدة أشياء أنا استغربتني كراجل متلقي، كشخص متلقي، أنا غير متخصص بالمرض. ثم بدأت تظهر الفيديوهات واحدة تلو الأخرى، منها فيديو للفنان تامر فرج مثلا، وهو فنان بس في نفس الوقت كان مرشد سياحي سابق، فقال لي يا جماعة أنا شايف جهد مبذول و إلى آخره. ثم اليوفوريا التي أعقبت مشهد الموكب المومياوات خلت الناس تشعر لا بقى، ده لازم يعني انت قبل ده ما كانش فيه تحرك يعني، شفنا بعض لا، هو الاعتراضات أول خبر نشر أصلا عن أنباء وقف المسلسل على القاهرة 24، أنا فاكر قبل حتى ما يصدر قرار رسمي كان بيتكلم في ده، إنه بعد ما حدث من موكب المومياوات الناس قررت إنه ده ما ينفعش بقى نبوظ المشهد اللي إحنا عملناه بالأخطاء الموجودة في المسلسل، فنقف ونشوف هنتعامل مع الموقف إزاي، فواضح إنه في ربط مباشر يعني بين موكب المومياوات وبين قرار الإيقاف. طبعا بلا شك، بلا أدنى شك، لأن هو موكب المومياوات مش هنتناولها دلوقتي، مش موضوعنا يعني، حدث مشرف بشكل أو بآخر، ولكن يعني مش خافية على أحد، هو تم توظيفه سياسيا، فتوظيفه السياسي ربما يفسده بشكل أو بآخر. حد فكر حتى أنت تجد الصياغة الصحفية التي كتب بها الخبر في عدة مواقع، بيقول لك والجهات المعنية، يعني في هناك جهات ما معنية
بالتعامل مع هذه الجهات لم يشر اليها صراحه هي التي اوقفت هذا العمل. فده طبعا يعني احنا مش اكيد اكيد ده شيء ضد الفن وضد الابداع. العمل يحاكم، العمل يحاكم لما يكون متاحا للعرض مش لما يمكن. العمل اكيد اتصرف عليه فلوس كتير، اكيد في مجهود تم كتير. انت تتذكر في حاجه مشابهه ولا يا للصدفه فيها عمرو يوسف برضو موجود فيها، وهو مسلسل خالد بن الوليد. بعض الناس رأت ان احنا خالد بن الوليد مرادف الى الغزو والى القسوه في التعامل مع المعارضين في حروب الرده وفي عده حروب وهو الى اخره، وقالوا احنا بنحاول نعمل رساله تسامحيه، فليس من وقته ان الدوله تنفق على مسلسل شخص مثل شخصيه زي خالد بن الوليد. طبعا لا احترامها عند ناس كثيره، بس انا بتكلم على اللي اعترضوا ان هو في سياق ما اعتبروا ان خالد بن الوليد شخص كان عسكريا، كان حازم عسكريا، كان عنيف عسكريا. حتى عمر بن الخطاب اعترض عليه في احد الروايات المعروفه جدا. فاحنا بنتكلم على شخص منع المسلسل او لم يستقبل لسبب شبيه بالسبب اللي استكمل بيه، ان هذه الاعمال تنتج من قبل الدوله، وهي دي هنا مربط الفرس. تمام. هذه اعمال تنتج من قبل الدوله، فاذا لما تجد جهات ما في الدوله او مجموعه ما داخل مسؤول عن هذا المشهد او هذا الانتاج، تجد ان لا، هذا الانتاج لن يتوافق مع الرساله اللي احنا كدوله عايزين نقولها، بيتوقف العمل. هنا بقى ليست اعتبارات فنيه ولا اعتبارات ابداعيه، هي اعتبارات سياسيه بحته. توقف هذا او ذاك اللي يجمع بينهم بالصدفه البحته هو نفس الممثل عمرو يوسف. طبعا ما فيش اختلاف ان ربما ممثل لم يجتهد، لم يغير في شكله. احنا بنشوف مثلا على سبيل المثال ممثلين كتير بره، ممكن مثلا روبرت دينيرو عشان يظهر في اخر الثور الهائج ريجين بول يتخن 30 كيلو عشان يعمل مشهد. نشوف ممثل تاني يخس مثلا في ذا ماشينست اللي هو مش فاكر اسم الممثل، كان عامل باتمان، يخس بشكل مرضي عشان تمام. يعمل فيلم. يعني نشوف اجتهاد، ربما لم نجد هذا الاجتهاد من عمرو يوسف، بس هل هذا يستوجب وقفه بعد صرف كل هذه المبالغ؟ احنا شفنا واضح من التريلر ان المسلسل تقريبا يعني شبه مكتمل او ثلاث ارباعه مكتمل. دي بقى علامات الاستفهام او تخلي الواحد يستغرب ويقول لا يا جماعه، العمل يحاكم لما ينزل، ما يحاكمش قبل، والا ما كنتش انتجته او كنت عملت اللجنه دي هتخلي قبل. الناس ما يعملوش بروموهات بعد كده ويبقوا يعرضوا المسلسل على طول بقى عشان ما حدش ياخد، لان واضح ان البروموهات بقت بتعمل مشاكل. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ادم ياسين الصحفي المتخصص في الشأن الثقافي والفني.